السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من جرائدنا السهلها بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الراية، فارسنا علي بن خالد ينافس اليوم في قفز حواجز الدورة العالمية، عدنان العلي لخويا لن يفرط في درع الدوري، في الوطن عبيد جمعة باتريسكو بصمته واضحة، إبراهيم فلامرزي كتب في الشرق، التحكيم بين العمل المؤسسي والتعامل البتري، عربية في اليوم السابع شوقي غريب أنا المسؤول عن هزيمة السنغال، الصقر بعد الهزيمة أمامنا 5 مباريات في التصفيات، عبد الوهاب بن رحومة كتب في الصحافة التونسية ليس تمت أجمل من الفوز يا جورج، في المشاهير السودانية هزيمة تاريخية على الطريقة المازدية، في الشروق الجزائرية بوغرة غوركو ذكي جدا وواعون بما ينتظرنا في إثيوبيا، في الخبر الجزائرية بل كلام متعودون على ظروف أفريقيا، في الرياض لوبيز بعد هزيمة فولام راض بما قدمه اللاعبون والمناورة مفيدة جدا، في القفص الكويتية هل بهذا الهدر تنصلح الرياضة، عالميا في الميرور البريطانية يوفنتوس يفتح أبوابه لإنقاذ مستقبل ماتا، في آس الإسبانية دي ماريا لم يطلبوا مني البقاء و75 مليون يورو تعالج أزمتهم المالية، في سبورت الإسبانية الحدادي الانضمام لمنتخب إسبانيا فني لا زال مفتوحا من المفاجأة، في فقرة غريب عجيب بيكام اعتزلت الكرة لأعمل سائق تاكسي لأبنائي. فارسنا الشيخ علي بن خالد يدخل تحديا كبيرا اليوم في دورة الألعاب العالمية الفروسية في فرنسا عندما يخوض نهائي قفز الحواجز الفردي وسط 30 فارس عالميا، عربيا تسيطر نتائج تصفيات المؤهل نهائيات كأس أمم أفريقيا 2015 على الأحداث، خاصة هزيمتي مصر والسودان أمام السنغال وجنوب أفريقيا على الترتيب، كذلك انطلاقة منتخبي تونس والجزائر في التصفيات اليوم، عالميا تداعيات انضمام المغربي منير الحدادي المنتخب الأسباني ورفض اللعب للمغرب. بسم الله نبدأ حلقتنا لهذا اليوم. نبدأ جولتنا مدينة نورماندي في فرنسا، يخوض الفارس الشيخ علي بن خالد الثاني اليوم التحدي الأكبر عندما يدخل نهائي مسابقة فردي قفز الحواجز لبطولة العالم المقامة ضمن دورة الألعاب العالمية للفروسية. الفارس القطري سيشارك وسط 30 فارسا هم الأفضل على العالم بحكم النتائج التي حققها كل منهم في المنافسات حتى الآن. الشيخ علي بن خالد سيمثل العرب مع المغربي عبد القادر اليدير وهما الوحيدان المتأهلان إلى هذه المرحلة الحاسمة من البطولة. الفارس علي بن خالد قبل ساعات قليلة مشاركته قال: اعتبر نفسي في بداية عالم الاحتراف، الحمد لله فنحن نسير بخطوات أسرع من المتوقع وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نحن راضون وسعداء باحتلال الفريق القطري للتدريب 15 على العالم، لكننا كنا نطمح لأن نكون من الفرق الأولى، ولكن الظروف كانت صعبة، فإصابة جواد باسم حسن سيف أدت إلى خلل في الفريق، وأيضا قلة خبرة الفارسين حمد بن علي العطية وخالد العمادي رغم أنهما أديا بشكل ممتاز ولم يقصرا، وبصراحة فقد أديا بصورة أفضل مما كنا نتصور. وبصفة عامة فالجو العام للبطولة ممتاز والاستاد امتلأ بالجماهير العاشقة للفروسية، وتمنى أن يمثل الفريق القطري خير تمثيل للفروسية العربية والآسيوية، وإلى الجماهير القطرية في الدوحة بصفة عامة والعاشقة للفروسية بصفة خاصة أقول لهم: دعواتكم اليوم لنا.
الله يوفقك. أكد عدنان العالية من السير العام بنادي الأخويان الفريق قادر على الدفاع عن لقبك حامل لقب الدوري العلي. أشار لأن فريق يمتلك طموحات كبيرة فترة المقبلة لا سيما على صعيد دوري أبطال آسيا، وقال أن هدف الأخوية هو الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة القارية والمنافسة على لقبها. المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم ستكون قوية وصعبة للغاية، وهناك بعض الفرق وضعت لقب الدوري هدفا بالنسبة لها وتسعى إلى تحقيقه، وهذا ما يجعل مهمة الجميع صعبة للغاية. وأنا شخصيا أتوقع أن المنافسة ستكون شرسة في ظل طموحات جميع الفرق. فترة التوقف الحالية للدوري جاءت في وقتها بالنسبة لجميع فرق الدوري لتعديل الأوضاع وإعادة ترتيب الأوراق من جديد. طموح الأخوية في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة القارية، والمسؤولون في النادي يوفرون كافة أنواع الدعم للفريق من أجل تشريف الكرة القطرية في الاستحقاق القاري، ونحن في الأخوية متفائلون كثيرا. لاودروب من أفضل المدربين ويمتلك الخبرة والطموح في نفس الوقت، فأعتقد أن شكل الفريق أفضل معه، ولكننا ما زلنا ننتظر الأفضل. تعيش الجماهير العربوية على أمال وطموحات كبيرة مع المدرب الروماني الجديد باتريسكو الذي تولى مهمة قيادة الفريق خلفا للبرازيلي باولو سيزر. هل سينجح هذا المدرب الجديد في تحقيق تلك الطموحات وفي مقدمته إعادة درع الدوري للنادي العربي من جديد بعد سنوات طويلة من الغياب، أم سيكون مثل سابقي ويعجز عن تحقيق ذلك الحلم المنتظر؟ جريدة الوطن سألت خبراء ومدربين عن تجربة باتريسكو إلى الآن مع فريق الأحلام، فتعددت إجاباتهم لكنها تقاطعت على نقطة مشتركة بأن العربي غير مع المدرب الجديد. بداية، ماذا يقول عبيد جمعة؟ العربي بقيادة المدرب القدير الروماني باتريسكو أفضل بكثير من المواسم الماضية. من خلال ما شاهدناه خلال المباراتين الأولى والثانية ضمن دوري نجوم قطر، ظهر بمستوى فني جيد وأداء مميز وحقق نتائج طيبة، وهو فوز أمام الخور والتعادل خارج ملعبه أمام الغرافة.